السيد رئيس يعني يوميا بيعقد لقاءات مع عدد كبير من الوزراء. معي على الهاتف الآن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. سيادة الوزير مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك فندم. أهلا وسهلا. في تكليفات رئاسية محددة في ظل الأزمة اللي احنا فيها فيما يتعلق بالتعليم العالي والجامعي، وهل من إجراءات محددة اتخذتها الوزارة تعتبر استثنائية لمواجهة هذا الظرف؟ يعني طبعا سيادة الرئيس يعني بيجتمع بشكل دوري مع كل قطاعات الدولة، ليست فقط مع التعليم العالي. يعني الاجتماع الأخير كان للوقوف على يعني مقدرات الدولة في التعامل مع الفيروس ومواجهة فيروس كورونا. طبعا أنا فيما يخصني عندي ملفات كتير، عندي التعليم وعندي البحث العلمي وعندي المستشفيات الجامعية. تمام. وبالتالي كان يعني سيادة الرئيس يطمئن من قطاعات الدولة المختلفة، طبعا على رأس المواجهة في وزارة الصحة، ثم المستشفيات الجامعية، ثم القوات المسلحة والشرطة وقطاعات الدولة المختلفة اللي ممكن انها تكون بتتعامل مع هذا الوباء العالمي. والاستعدادات اللي احنا بنقوم بيها فيما يخصني الاستعدادات الخاصة بالجامعات وتأجيل الدراسة وأعمال الامتحانات وما شابه ذلك، كل السيناريوهات المطروحة، وأيضا الخطة التي تم وضعها بالنسبة للمستشفيات الجامعية اللي بنسميها خطة الطوارئ، اللي تشمل استعداد الجامعات ال 113 مستشفى و 33 ألف سرير وكم كبير من غرف العناية المركزة أو أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي. يعني الحقيقة اطمئن الرئيس على التفاصيل الدقيقة والأطقم الطبية طبعا على رأس هذا المنظومة، لأن طبعا كل ما نقدرش نشتغل من غير ما يكون في أطقم طبية مؤهلة وبالأعداد الكافية للتعامل مع كل الأعداد المتوقعة إذا لازم الأمر إن شاء الله. طيب نمسك بند بند يا فندم. بالنسبة للمستشفيات الجامعية، وحضرتك يعني قلت لي أرقام في غاية الأهمية، كيف تقف على الاستعدادات لا قدر الله، لا قدر الله في حالة تطور الفيروس ووضعه في مصر؟ يعني أطمن سيادتك، منظومة الصحة في مصر منظومة ضخمة جدا، سواء من خلال الواجهة في هذا المواجهة في هذا المرض وهو وزارة الصحة بكل منشآتها وكل كوادرها، وأيضا المستشفيات الجامعية زي ما قلت لسيادتك احنا خدنا قرارات، منها مثلا يعني عدم استقبال حالات غير الطارئة بالمستشفيات علشان نبقى جاهزين بنسبة 70%، نستطيع ان احنا نتقبل 30% من الحالات الطارئة، لكن اي حالة يمكن ان تنتظر بنأجلها على الا تضر باي شيء من حالتها الصحية. بنجهز اماكن عزل بمستشفيات بعينها في كل محافظة او في كل جامعة علشان تبقى على استعداد لتقبل الاعداد اذا تم الاحتياج ليها. لو كانت الاعداد اكثر من كثر الاستيعابيه على مستشفيات وزاره الصحه، بيتم تدريب فرق من الاطباء والتمريض من غير التخصصات اللي احنا موجوده عندنا، الامراض الصدريه والرعايه والتخدير والامراض المتوطنه، لكن بندرب حتى الاطباء وندرب تخصصات اخرى وندرب اطباء الامتياز علشان نقدر يبقى عندنا فرصه ان احنا لو عايزين اعداد كثيره نقدر ان احنا نتعامل معاهم. بنقلل الترددات على الاعداد الخارجيه، بنتاكد من سلامة أجهزة التنفس الصناعي سواء للكبار أو الصغار، وكل ده يعني كان بيطمئن عليه سيادة الرئيس بتفاصيله الدقيقة في كل قطاع. عظيم. عشان نقدر نعرف المؤسسة كلها تقدر تستعد ازاي لهذا الموضوع. طيب هناخد بقى الملف الثالث وهو المتعلق بالتعليم الجامعي، ايه الإجراءات أو القرارات التي اتخذتها الوزارة في ظل الأزمة اللي احنا فيها؟ والله مثلنا زي أي دولة في العالم، يمكن احنا كنا الحمد لله يعني سباقين وكنا يعني متوقعين من قبل توقف الدراسه مع زمايلي في المجلس الاعلى للجامعات، وكنا حاطين سيناريوهات مختلفه. اولها ان عند توقف الدراسه في 15 مارس قدرنا ان احنا فورا نبتدي نعمل من ثاني يوم على طول على رفع المقررات الدراسيه الكترونيا على المواقع الالكترونيه علشان نقدر ان احنا نتواصل مع الطلبه وهم في اماكنهم عند تعليق الدراسه لمده 15 يوم حتى مع المد. كل همنا في الحكايه دي. طب لازم اقف هنا معلش يا دكتور، في شكوى بتجيلنا من الموضوع بتاع الكورسز اونلاين، يعني بيبقى في بطء شويه، هل ممكن يتم التعاون مع السيد وزير الاتصالات؟ لكن الشكوى دي احنا رصدناها من اكتر من
يعني عدد من الطلبة في هذا الشأن؟ هو الطبيعي طبعا ان اللي بيشتكي هو اللي بيبان صوته، لكن خليني اقول لك بعض الارقام. اولا فيما يخص التواصل مع وزير الاتصالات، تم بالفعل وودينا له كل المواقع الالكترونيه علشان ما نكلفش الطالب من الباقات بتاعته اي شيء، وده تم بالفعل لهذا النوع من انواع القرارات والتعاون. لكن خليني ادي لك بعض الارقام. لما نكون عندنا مثلا جامعه حلوان تم رفع اكثر من 1016 مقرر دراسي بنسبه 95%. جامعه القاهره رفعنا 3784 بنسبه 94%. ممكن الاولاد اللي دخلوا اللي قدروا يتواصلوا من خلال الموقع من ال 189,000 طالب 126,000 طالب، يعني نسبه 75%. فحضرتك اللي بيجي لك الشكوى من ال 25% اللي هم ما قدروش يتواصلوا نتيجه ضعف الانترنت او وجودهم في اماكن مش قادرين. ده طبعا اللي انا بقوله ده موجود في حته كل حته في العالم، يعني لما هتسمع في انجلترا هتسمع في فرنسا هتسمع مفهوم. في اي حته هتلاقي النوع ده، ان احنا ما نقدرش نصل للنوع التعليم عن بعد الى 100%، لكن حتى الوادي الجديد عندنا وصلنا ل 80%. فاذا انا اقدر بسهوله جدا اقول لحضرتك ان متوسط رفع المقررات الالكترونيا في الجامعات المصريه تصل الى اكثر من 80%، متوسط تفاعل الطلاب على المواقع الالكترونيه في التعليم عن بعد يصل 70% ل 75%. طيب. في حد ذاته النتيجه مقبوله جدا في ظل الظروف الصعبه اللي احنا اتفرضت علينا فجاه في كل حته في العالم. طيب يعني حتى ال 25%، وانا بحيي حضرتك على دقه الارقام، يعني ان استطعنا تسهيل الخدمه ليهم يكون شيء افضل. هنا بقى هسال حضرتك، واسمح لي انا بسال الاسئله اللي بتتقال في البيوت مهما كانت بسيطه، بس احنا بننقلها للمسؤول عشان يرد على الاهالي في البيوت اللي ابنائهم في اولى وثانيه وثالثه ورابعه جامعه. المنهج والامتحان كيف ستقرر الوزاره في هذا الشان؟ طيب خلينا نتفق في الاول ان كان في امتحانات ميد ترم تعارضت معادها مع وقف توقف الدراسه في شهر 3 أو 4. احنا خدنا قرار مع زمايلي في المجلس الاعلى ان يلغى الامتحان الميد تيرم ويضاف درجته الى امتحان نهايه العام. ادي اول حاجه عملناها علشان نريح الوزارة. يلغى الامتحان للميد تيرم. الميد تيرم اللي هو كان ميعاده في شهر 3 بعد التوقف اللي حصل للدراسه، او كان في بعض الكليات ميعادها في اول ابريل. خلينا نحط بس مبدا عام، ان انا بالنسبه لي صحه الولاد وامانهم هو ده الهام الاول لوزاره التعليم العالي، وبس مش وزاره التعليم العالي الحقيقه، والدوله، والذي اكد عليه السيد الرئيس في كل مره ان مهما كانت الاضرار الاقتصاديه او الاجتماعيه او العلميه، فياتي دائما صحه الانسان المصري على قمه اهتمامات الدوله. وبالتالي تمام. اول حاجه احنا لغينا، ثاني حاجه ان احنا الامتحانات كان مقدر بيها دايما يوم في نص مايو. اجلنا الامتحانات نهايه العام الى اخر مايو 30 مايو او اول 6. فاذا من النهارده الاول 6 انا عندي شهرين. الشهرين دول يحصل فيهم كتير ويتغير فيهم حاجات كتير ان شاء الله. وبالتالي الطالب قاعد في مكانه، قاعد في بيته، مش مطلوب منه ينزل، مش مطلوب منه هو يجازف. بنحاول نوصل له زي ما قلت لحضرتك بنسبه 75% على قد ما نقدر، ونعوض لو رجعنا قبل الامتحانات. يعني نقدر نقول انه القرار الوحيد اللي اتخذ في هذا الشأن انه هيبقى الامتحان 30 مايو، ولكن ان تغيرت المعطيات ستتغير القرارات. بالظبط، يعني ممكن يبقى نص 6، ممكن يبقى اخر 6، ممكن يبقى في 7، في 8، في 9. طيب. المنهج بقى يا فندم. كل وارد. المنهج بقى. المنهج، خلينا نتفق على شيء. المنهج في الدراسه الجامعيه يختلف شويه عن الدراسه صحيح قبل الجامعيه، ليه؟ سيادتك يعني انا معلوماتي انك انت مثلا دارس في كليه الحقوق او خريج من كليه الحقوق. تمام. فالنهارده ازاي هيعدي عليك منهج في كليه الحقوق او الطب او الهندسه او السياسه والاقتصاد او اي شيء وانت ما خدتوش وتقول اصل احنا هنلغيه من المنهج، فانت مش هتاخده وتتخرج من غيره. تمام. او تطلع السنه اللي بعديها وانت ما خدتش علم البطنه او مرض او الجراحه العامه او الاطفال او العماره، ايا كان الدراسه بتاعتك. وبالتالي الغاء جزء من المواد وتحميلها على السنه اللي بعديها ده حاجه احنا ما نتمناش نلجا لها، لان ده هياثر على الدراسه بتاعت الطالب اللي هو هيمشي فيها، او لو كان هيتخرج اكيد هياثر على يعني قدرته بعد التخرج على المناهج اللي هو يكون اتخرج بيها والقدره على استيعاب متطلبات الوظيفه. وبالتالي احنا نتمنى ان احنا ما نضيعش السنه على الطالب، نتمنى ان التعليم بتاعه يمشي ان شاء الله علشان ما يخسرش اي حاجه او ما يحصلش فيه اي ضرر، وعلى استعداد ان احنا نعوض
الكلام ده من خلال أجازة الصيف، حتى لو لجأنا إلى تأجيل العام الدراسي إذا لازم الأمر، إذا لازم الأمر. لكن ليس صحيح. من المنطق إن أنا أفكر في حاجة النهاردة لسه هتظهر كمان شهرين. صحيح، وزي ما حضرتك قلت طبيعة التعليم الجامعي مختلفة في يعني في يعني يمكن التعامل مع المنهج وأنت موجود في البيت، يعني ما فيش، خاصة في الكليات النظرية يعني. طبعا الكليات العملية بيبقى فيها مشكلة شوية لأن بيبقى عنده ساعات تدريب عملي محتاجين، لكن حتى الامتحانات في الكليات العملية يمكن أن تؤجل بعد عودة الدراسة إن شاء الله في أي وقت. سيادة الوزير، أشعر بين كلامك أنه المبدأ اللي وضعه سيادة الرئيس أنه مهما كان الضرر والدولة تتفهم والوزارات تتفهم لن يوازي إطلاقا مسألة صحة المواطن، وبالتالي كل القرارات هتكون عنوانها هو التسهيل وليس التعقيد. قولا واحدا ان احنا في يعني احنا اكيد كلنا دول ولادنا في النهايه، لكن احنا مش عايزين ناخد قرارات استباقيه سريعه ممكن ان الدنيا تتغير فينا. ولا خليني اقول لك ان اللي بيحصل اللي احنا بنفكر فيه ده العالم كله في نفس بالظبط يا فندم، يعني نفس اللي سيادتك بتقوله في كل وزراء التعليم العالي في كل الدول بتنتهج نفس النهج يعني، والقرارات لحظية وفقا للتغير. كنا في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع منظمة اليونسكو النهاردة، يعني بدعوة حوالي أكثر من 80 وزير تعليم عالي وبحث علمي على مستوى العالم في حضور أكثر من 200 مسؤول. اللي احنا بنناقشه ده هو اللي بيناقش في المكسيك وفي كولومبيا وفي أمريكا وفي الدول العربية وفي الدول الإفريقية وفي الدول الأوروبية، نفس اللي انت بتقوله بالظبط هو ده الهاجس لكل الناس. فالناس تتاكد وتطمئن ان اولا ما تاخدش معلومه من الشائعات، لان احنا طبعا النهارده بقى عندنا ايه يعني شائعات طبعا كل يوم بل كل ساعه بما فيها حاجات بالصوت وحاجات بالصوره وحاجات عاجل وحاجات اللي حضرتك عارفها الجميله دي. انا بقول للناس لو سمحت ما تاخدش المعلومه بتاعتك غير من الموقع الرسمي لوزاره التعليم العالي، هو ده المكان الوحيد اللي تقدر انك انت تعتمد بيه على المعلومه، لان هناك كتائب وهناك ناس عندهم غرض ان هم يثيروا الراي العام. احنا بنشتغل بشكل مؤسسي، ما بنشتغلش بشكل نضغط في اي حاجه، وفي النهايه احنا حاطين صحه الطالب ومستقبله اولويه بالنسبه لنا. طيب السؤال الاخير يا فندم وبعتذر على الاطاله، مش موجه بصفه حضرتك وزير، حضرتك طبيب يعني شهير قبل ما تكون وزير ولك في البحث العلمي باع كبير، شايف ازاي نظرة المجتمع الآن للعلم وللبحث العلمي وللطب في الوقت اللي من 3-4 شهور كان نظرته لحاجات أتفه من دي بكتير قوي مختلفة، شايف ازاي الوضع؟ وهل سيبقى الوضع كما هو بهذا الاحترام والتقدير بعد انتهاء الأزمة ولا سنعود إلى ما كنا عليه؟ أشكرك على هذا السؤال، لأن يعني ده اللي كان بيدور في بالي بقالي أيام طويلة، وبقول أين يعني ابطال الكوره واين ابطال الفن، مع كامل احترامنا طبعا لكل الناس، لكن دائما عندما يعني يكون هناك ازمه من هذا الشكل يكون ابطال الخدمات الطبيه وابطال المقدمين الرعايه الصحيه من تمريض ومن اطباء ومن فنيين ومن عمال ومن اداريين هم اللي المفروض يكونوا في المقدمه كمقاتلين. اين العلماء وأين دور العلم والعلماء في حل أو في انتظار حل أزمة عالمية بإنتاج لقاح أو بإنتاج علاج أو حتى ببروتوكول علاج يعالج أو يقلل من أضرار هذا الوباء؟ فإذا كلام حضرتك 100%، إحنا ده وقت رائع جدا إن إحنا نقدر قيمة العلم والعلماء وقيمة مقدمي الخدمة الصحية، لأن الحقيقة إحنا على نطاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لو كلمت على البحث العلمي تعال اتفرج النهاردة على الباحثين في المراكز البحثية أو في الجامعات وهم قاعدين قبل ما أطلع مع حضرتك بساعة بيوروني إزاي قدروا يطوروا من جهاز التنفس الصناعي علشان بدل الجهاز الواحد ما يخدم مريض يخدم 4 و5 و6 عشان العالم كله بيشتكي. لا دي معلومة جديدة يا سيادة الوزير، معلش قولها لنا تاني. جهاز التنفس الصناعي وهو جهاز بنعتبره لايف سيفنج او بيعتبروا ان ده بينقذ حياة مريض بيصل الى مرحلة الالتهاب الرئوي الحاد ومن ضمن الكومبليكيشنز او الاعراض القاسية جدا لمرض كورونا. العالم كله ويمكن حضرتك متابع الولايات المتحدة وجهت مصانع بعينها انها تتوقف لتنتج كم كبير من أجهزة التنفس الصناعي. الحمد لله مصر من خلال وزارة الصحة ومن خلال الجامعات ومن خلال القوات المسلحة والشرطة ما
نمتلك ما يكفينا الحمد لله من أجهزة التنفس الصناعي، ولكن نظرا لأن العالم حتى النهاردة لما تستطيعش تشتري جهاز تنفس صناعي طبعا، لأن كل دولة يعني عندها عجز، عندها عجز حتى في المستلزمات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية أو البدل الطبية المخصصة للعالم. لكن خليني أقول لك إن إحنا من خلال مهندسينا وفنيينا قدروا إن هم من الجهاز التنفس الصناعي اللي بيخرج بتوصيلة واحدة لمريض واحد إن بيعمل منه جزء مكمل يطلع منه أكتر من أنبوبة. طبعا الفنيين هيقول لك إن جهاز التنفس بيتظبط على وزن المريض وعلى ده في أنهي مرحلة بالظبط يا فندم دلوقتي؟ هل في مرحلة البحث أم سيتم إقراره؟ لا أنا شفت بنفسي يعني في خلال الساعات الماضية حتى اتعمل منظم علشان أقدر في خلال الجهاز الواحد يستطيع إن هو ينظم لأكثر من مريض لا يشتركوا في نفس المواصفات، لأن الجهاز بيتظبط على وزن المريض وعلى القدرة. بس أعتقد لازم إجازة قانونية أو علمية مثلا قبل ما يستخدم ولا إيه؟ لا أبدا، ده تعديل مش محتاج الـ FDA ولا محتاج، لأن ده مش عقار هيستخدم بشكل جديد. لكن إحنا قبل ما بنعمل كده بنجربه وعندنا الوسائل إن إحنا نجربه ونطبقه. والله شيء عظيم جدا على الجهاز. خليني أقول لك إن ورش اتعملت في جامعاتنا المصرية عشان تاخد من مصانع النسيج بعض الأقماش اللي بيصنع منها المستلزمات الوقائية، وابتدت إنها تطلع من ورشها 800 و1000 كمامة يوميا علشان تقضي احتياجاتنا. كام يا فندم؟ 800 ل1000 كمامة يوميا، أو من المستلزمات الوقاية الشخصية ومن اللبس اللي بيلبسوه. طبعا لأن هناك نقص شديد عالمي برضه في اللي أنا بقوله ده. إحنا عملنا خط إنتاج لمستلزمات والمطهرات والمعقمات للتعامل مع الفيروس بالمواصفات منظمة الصحة العالمية. بنطلع حوالي 1000 طن في اليوم، يعني احنا بننتج 500 برميل في اليوم من خط انتاج معمول في مركز بحوث البترول من خلال أكاديمية البحث العلمي. يعني لعل الأزمة تخلق إبداعا يعني، وده اللي باين من البحث العلمي في مصر يا سيادة الوزير. هو ده اللي حصل بالفعل، ولو بنبص في العالم تلاقي برضو ان كل الاتجاه حاليا في التعامل مع الازمه بيخرج، واحنا انت عارف عقليات المصريين عندما يعني يكون تحت ضغط بيطلع منها ابداعات كبيره جدا. فاحنا كل يوم بنشوف حاجات الحقيقه مبهره جدا من خلال الجامعات ومراكز. واحنا بدورنا بنوجه التحيه لوزاره البحث العلمي وكل القائمين على هذا العمل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمي. من أجمل الأخبار اللي سمعتها، بتوع البحث العلمي بيطوروا الجهاز. يعني شوف هنا الحاجة أم الاختراع. فأنت من كتر ما أنت حاسس بالأزمة اللي لا قدر الله لا قدر، إحنا لسه بقول لكم في 300 واحد تقريبا بيتعالجوا في مصر، فإن لا قدر الله مرة تانية تطورت الأمور هتلاقي كل جانب من جوانب الدولة بيشتغل عشان يطلع أحسن ما عنده. نتمنى إن شاء الله نحن ما نوصلش لهذا السيناريو ونقدر إن احنا نعدي في يعني المعايير أو الأرقام اللي احنا بنتكلم فيها ما تزيد.